هذا كلب يبكي على فراق صاحبه، وتأبى هذه القطة مفارقة قبر مالكتها. وهذا قرد سعيد بلقاء مالكه. مشاهد لحيوانات تعبر عن حزنها وحبها وشوقها تماماً مثل البشر. دموع حزن تنهمر هنا، وابتسامة فرح تظهر هناك. علم السلوك الحيواني أكد أن هذه المخلوقات التي أطلقت أساطير حولها يوماً تملك أحاسيس وتفكر تقريباً مثل البشر. فهنا تشاهدون أماً لقرد تحتضن جثة ابنها الذي فارق الحياة بعد أن دهسته سيارة، ونظرات الحزن تملأ عينيها وكأنها أم إنسان حقيقي. تحمله بعيداً عن الطريق وتنتظر لعله يستفيد. بالكاد هنا يمكنك سماع ورؤية مدى حزن هذا الكلب وهو مستلق على قبر مالكه. وهذا الكلب المسكين تخلى عنه من كان يعتقد يوما أنه رفيقه وصديقه المخلص، وتركه في دار لرعاية الحيوانات. هذه فقط مقاطع صغيرة لحيوانات لديها أحاسيس ومشاعر كالبشر تماماً، تأكل وتنام وتضحك وتلعب وتساعد بعضها. لديها عالمها الخاص الذي تؤمن أنه ملاذها ومسكنها الآمن، بعيداً عن أذية مخلوقات أقوى منها مثلنا نحن البشر.